هذا هولاكو. هولاكو بعد ما نظمت له الوجبات، تنظيم الوجبات ايش يصير خلال اليومين اللي قبل هذه اللي سبقت، الوجبات اللي تنحط في الأكالة هذه تخلو من الحب الشمسي، ما في إلا حب شمسي يأكل من يدي، وكنت أجربه برا القفص يجي يأكل من يدي. طبعا هولاكو ما هو زي ما قلنا ما هو صيد، فما هو مرة للدرجة هذيك المسعورة، ولكنه عنيد ما يبغى يسوي اللي في راسه بحكم الهيستوري اللي أعطيتكم به. فلاحظوا الآن أول ما بديت معه أفك القفص، للأسف القفص كمان ما كان مناسب، بحيث إنه ما ينفتح لا كذا ولا ينفتح كذا، ما في إلا درفة واحدة تنفك، وأنا كنت متضايق يعني ما أدري كيف أدخل اليدين، فاستعنت بالباب، فكيت الباب ودخلت يدي من عند الباب، بدأ يأكل من يدي. شفت لما قلت هنا هذا كل هذا بدا يجرب، جاء عند شوف الى الان، شوف هذا الحين قاعد عند يدي، هذه السرعه التسريع هذا كله عبارة عن شد وجد، لسه ما طلع في يدي ولا شوية، قاعد أشيل وأرجع أشيل وأرجع، هو قاعد هنا يعض يفقع في يدي تفقيع. حي الله أهل الإمارات، حي الله أخواننا جميعا، وأهل الكويت والبحرين الجميع، هنا في هذه اللحظات قاعد يفقع في يدي. شو اسمك؟ ما اشوفكم متفائلين، انا ايش سويت له دحين؟ ترى من كثر ما فقع لي اصبعي والله يا اخوان انا خلاص ما عاد تحملت، انا عارف انه هذا لازم ما يتحرك، بمجرد ما يتحرك حيعرف انه اوه العضه اللي قاعد اسويها انا فيها فائده، قاعد تشيل مني هذه اليد اللي انا خايف منها، كذا في باله الدره كذا بيقول شوف لاحظوا شغال يعضل، وانا هذه لازم تكون ثابته ما احركها، هذا ترويض. الناس اللي اخذت درر واخذت كل الطيور زي كذا، حتى الامازونيات الدرر بنفس الطريقه، تجرب بالعض تقعد تعض الين تتطمن، ولكن الامازوني اسرع في التطمن من الدره بحكم ان الدره حذر، فيقعد يعض رجال يعض هنا يعض هنا ويعض هنا ويعض هنا في كل وصله يعض فيها، اذا طلع يعض هنا اذا يعض. الامازوني لا، واحدة اثنين جربك، شفتك ما تحركت، شافك ما تحركت بدا يفكر يطلع رجله يستخدم شيء زي كذا، فاهمين؟ فلاحظوا نرجع للفيديو، هذا كله شد وجذ فتفقيع، ما غير يفقع في يدي، فقع لي يدي هذه وفقع لي يدي هذه. هذا لسه انا في الراوند 1، في الراوند 1 بعد كل العضات. لا شوف انا حلو، انا ابغاكم متفاعلين معي، شوف هنا يقول حبيبنا كان لبست قفازات، لا انا ما البس قفازات، ما سووا لي شيء لانه بكره ما حلبس قفاز، انا ابغاه يطلع كذا زي ما هو، انا ما استخدم اي شيء يعني، خلاص انا ابغاه يطلع هنا ما ابغى يطلع القفاز. شايفين طلع على استحياء في الراوند ال1 في اول جلسه، انت تقاتل انا مقاتل برضه بسميه مقاتل. يلا استب استباب كمان ثاني، يلا تعال، يلا 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 كمان ثاني، هين هين يلا، لا لا هي ستيب اب اسمع
بابا عشان انا اسمع صوتي. طب دقيقه عيب راح الصوت ليونا راح الصوت ليونا راح الصوت الو الو تسمعوني اهلا بيرد وينز فرع البحرين حياكم تابعينك حيا الله للبحرين جميعا اللي عنده يخف عض خفيف واخف ما وصلت ليش صح عشان كذا انا اقول لكم انا اتكلم عن هولاكو بالذات مو عن اي حد ثاني ان شاء الله في نهايه الترويض نتكلم برضو بالعموم نشوف تجارب اخرى برضو نشوف برضو دره طبقت نفس الاسلوب ان شاء الله حين نحفظ البث بالكامل يلا جاء انت تسمعوني هنا ها يلا انا ما اسمع المقطع يلا معلش الحين تسمعوني لا تسمعوني قل لي تعال لا 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 طيب المقطع دحين ينسمع هنا المقطع ينسمع قبل ما تطلع يلا استف هنا يلا هتلر طيب انا ماني سامع المقطع نسيت طيب انا ماني سامع المقطع عموما اوه خلاص اوه ايه ولا احنا بعد طيب المهم اذا تسمع المقطع اوكي اذا ما تسمع المقطع دحين انا مقفل الصوت دحين شغلت الصوت عموما لاحظوا انا ابغاكم تدققوا في منقاره هو داخل في اصبعي وفي حركه سويتها له هي لما خلاص مره توصل معايا امسك له منقاره هذا منقار الطير زي كذا امسك المنقار احط اصبعي كذا بحيث انه ظفري يكون ناحيه الفك اللي تحت او المنقار اللي تحت هو قد ما يضغط هنا ما حيألمني لانه قاعد يضغط في الظفر فما يألمني وانا ماسكه من هنا فما حيألمني بالمنقار اللي فوق انا احيانا استخدمها مع الكونيور احيانا استخدمها يعني مع اللي خلاص مر عاصي تعال اسوي له هي زي كذا واقول له هي لا توضى ما اضرب ولا شيء حي الله المشكلة دحين إذا خرجت من المقطع احنا وصلنا دحين للراوند رقم 3 يعني اليوم الثالث انا في اليوم الثالث هنا طبعا زي ما قلت لكم القفص كان محيرني اول كنت اقدم يدي اليمين دحين خلاص ثبتت انه على يدي اليسار وباليمين استدرجه شوف في اليوم الثالث شايفين العض اللي قاعد يسويه ترى طلع لي دم بعد ما طلع لي الدم شرب منه شوي شرب منه شوي اي الله حبيبنا هلا والله كروكودايل الظفر ما يعور كثير يعني اذا مسكته ما يعور ابو وزي ما قلت لكم هذا انتاج مزارع ما هو صيد الصيد غير وانتاج المزارع غير وهذا فرخ الشاهد شوفوا دحين هنا قاعد يطلع الحمد لله طلع على اليدين بالرجلين في الراوند الثالث طلع بالكامل بدأ يتطمن اخليه ياكل يعني يرتاح شوي شوف لاحظوا فين اللفه للساعه مفجوع يطلع على اليد ولكن للساعه مفجوع عشان كذا في ناس يقول لك يطلع على اليد دخل فك القفص ودخل لي يدك شوف يطلع على يدك ولا لا اذا طلع على يدك من جوه القفص اذا هذا طير يطلع على اليد اذا تفك الشبك من فوق كذا وتخلي الطير يطلع من فوق وتحط يدك تقول لي يطلع على اليد هذا الطير ما يطلع على اليد طلع دخل يطلع على اليد يعني دخل يدك جوه القفص ويطلع على يدك من جوه القفص يا بابا شوف لاحظوا الان صارت شويه في سلاسه في الطلوع صار
في الراوند الثالث طلع في يدي كم مرة. الراوند الأول لا ما في إلا تفقيع، الراوند الثاني برضو تفقيع طلع على استحياء وقتها سويت اليوم ما سويت في اليوم الثالث ما سويت الحركة هذيك خلاص يعني يعض ولكن ما هو ذاك العض. وإضافة إلى ذلك ترى يعني عشانه ما يلعب بحجر ما يلعب بخشب ما يلعب بشيء منقار وحاد جدا، بمجرد ما يحطه زي كذا يغرزني حتى ظفره. فالحين حتشوفه إنه جبت له خشب وجبت له هذا عشان يقعد شوي يبرد في ظفره. كم ساعة أقعد معاه؟ لا تقعد معاه كم ساعة، أنا أدرب من 5 لـ15 دقيقة، 5 دقائق انتهينا. فوق 5 كمل معايا لين 15 دقيقة خلاص انتهينا. 15 دقيقة أهلون أبو نبيل، يلا حيهم. طيب أنا إيش قلت؟ ما قلت شيء. ما قلت شيء يا أبو وليد. أبو وليد دحين شوف في الراوند الثالث للسانة أنا ماني عارف ما بيجيني صوت، أنا ماني قاعد أسمعني. ترى في المفروض إنه تسمعوني أخاطبه أكلمه أطلع تعال هنا جيب هنا مدري إيش، يعني ما أقعد ساكت أكلمه تعال روح. أحيان تجي ليان من ورايا تتضارب، أحيان مدري إيش يتضارب يعني في، ولكن شوف 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 ابن الذي لك كيف سوى سوالي إيش، بس الحين خلاص كله ما في إن شاء الله. Thank you.